الواحد بقى بعد ما فلس وفلوسه خلصت مش عارف يعمل ايه، يا ريتني ما اشتريت الطياره ولا صرفت فلوس. طبعا انتوا مستغربين قاعد في جزيره وساب الشوارع كلها والدنيا كلها، البوليس بيدور عليا ولو قفشت نعمل مني بطاطس محمره، هربان انا عندي حكم 95 سنه سجن بسبب الفلوس اللي انا سرقتها، بس فلوسي خلصت وهرجع اسرق تاني، ووروني بقى هيقبضوا عليا ازاي. الناس تعمل لايك وشير في القناه وتفعل الجرس عشان نوصل 100,000 مشترك في اقرب وقت. انا هكلم بقى العصابه بتاعتي، العصابه دي انا مختارهم واحد 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 عشان هم اذكى ناس في الصرف. ها اذكى ناس متصل بقى الاول 010. الو ايه يا فارس، عامل ايه يا فارس؟ وحش الحمد لله. اخبار ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. محتاجك في مهمه يا فارس. الحمد لله. محتاجك تطرش يا فارس، محتاجك في مهمه. هنسرق بقى، نسرق يا فارس. هنسرق بنك يا فارس، هنسرق بنك عشان نجيب فلوس كتير بقى ونبطل بقى ومن الشغلانه دي. هو البنك دي فيه فلوس؟ انا جاي لك يا فارس، انا جاي لك يا فارس. سلام يا فارس. سلام. يقول لي بنك، انا ما قلتش ذكي قوي يعني، هو غبي شويه لان البنك اكيد فيه فلوس، ما كنتش نروح نسال العمال اللي شغالين فيه. هو ساكن تحت هنا، فاتح له شركه فحمل، يعني شركه الفحمل دي هتجيب له فلوس. عالم متخلف ده لما يسرق هيكون معاه فلوس كتير. واحد تاه ولا ايه؟ بس انا قربت اوصل عن المكان اللي هم ساكنين فيه. واحد طبعا برضو بقالي كتير ما بيسوقش طيارات، فتلاقي الدنيا ضايعه عندي شويتين ثلاثه. اهو قربت ان انا اوصل له بعد ساعه سفر، ساعه سفر للبني ادم اللي ما بيفهمش ده. يقول لي البنك فيه فلوس، ما البنك فيه ايه؟ عصافير؟ انا هتصطاد عصافير؟ بس يركن الطياره بتاعتي هنا عشان رد عينه وحشه، مش عايز اشوفها. الله 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 الله، انت ربنا كرمك من واسع بقى. دي اخر فلوس احنا سرقناها مع بعض. بس على الباب الاول، اوقف على الباب. عبيط يا ولا يلا عبيط، انا المعلم بتاعك نسيتني ولا ايه يا عم؟ انا خلاص توبت يا عم، مش عايز بنك من غير فلوس. لا ده انا معايا ورق ومسترد، انا اوديك في داهيه. انت ما تديني على ورقه اكلك بيزرح ليه؟ الفلوس اللي انت عاملها دي كلها من اخر سرقه احنا سرقناها. خد دي وابعد عني. بقول لك يلا احنا رايحين نسرق سرقه، السرقه دي، السرقه دي هتخليك بص اغنى واحد في السيرفر ده كله. ساكت انت من الفحم ده والقرف ده، تخليك تشتغل ويبقى معاك دايموند كتير. اطلع بكام يعني؟ نص جنيه؟ مليون جنيه. مليون جاي ولا مش جاي؟ عمو يا عم نكسر بقى البضاعة دي كلها يا عم. أو زي يا ابني ما شفتش بابا؟ لا ما شفتش بابا. ده بابا؟ اللي هناك ده بابا؟ ايه بابا؟ اتجوزت وخلفت يا حاج باركور انت ولا ايه؟ استنى استنى استنى، ده ابني، ده ابني، بس ابن الجيران جاي يتكلم هنا. تت الواد ليه يا ابني؟ تت الواد ليه؟ راس صغير يا عم. ازيك يا عم؟ قلت لك انت كمان لو مسكتني عبيط يالا ولا يالا؟ انت بتكلم مين؟ شايف يا عم كسرت لك المحل، انا عايز المليون جنيه دلوقتي. تعال يا عم انا هتصل بالواد، هتصل بالواد التحنيك الصغير 011. الو الو يا تحنيك يا صغير، عايزك في مهم. هيكون مين انت؟ في حد بيتصل بيه غيري؟ صراحه انا اقنعتني. فين انا قريب اهو، انت فين بس؟ انت انا عند شركه الفحم اللي في السيرفر. ماشي، اللي هي قدام البنك دي. ايوه هي دي. تعال بسرعه بقى، انا عند فارس الغبي. عند فارس الذكي. ولا لسوم بسرعه بس، قدامك قد ايه تكون عندي؟ جاي هو انا بص قدام مثلا قول 5 دقايق 10 دقايق كده. استغفر الله العظيم، في السريع بس الغبي ده. انت لا متخيل، انت لا رجاله يلا هتيجي معانا البنك ما تبقاش غبي وتفضل تعرف بالكلام كده عشان خلينا نسرق. بنك ربنا يبارك لنا. فاضي عشان ربنا يبارك لنا يا ابني في السرقه اللي احنا نسرقها دي يا ابني. خلينا بنك فيه فلوس ولا فاضي؟ بس فاضي، هنروح نسرق بنك فاضي، هنروح نسرق بنك فاضي. انا مش هاخدك انت معايا، اخد الواد المصح التاني ده. يا عم انا ذكي يا عم يا عم بساعة مستنيك، ساعة مستنيك. معلش بقى يا عم الطريق زحمة وكان واقف عند الدائري كده. جاي معانا الطلعة دي، انا هنسرق بنك. اديله بنك انا وانت والتحنيك ده. بنك فاضي يلا، بنك فاضي ما تصدقوش. هو الواد ده لسه غبي زي زمان. والله يا ابني ما اتغير، هو من ساعة ما اتولد وهو غبي. يا عم انتوا عايزين توديني البنك فاضي دي؟ بص بص احنا رايحين نسرق بنك، غباوة مش عايز. بقول لك ايه، خد ده بنك فاضي دي، خد ده. اما اقول لك خد تعال يا عم. هو يا عم بنك فاضي يا عم، بس اما اقول لك بس. بقول لك ايه، انا يعني لو تعرف تتوصل بحد يكون ظابط كده تبعك ولا حاجه، احنا نروح نسرق بنك والله العظيم انا نفسي ابلغ عنه. بص انا طب بقول لك ايه، تعالى بعيد عشان هو وراك. اعمل ايه؟ ليه تبلغ عني ليه؟ لا يا عم مش هنبلغ عنك، لا هنبلغ البوليس عشان لما احنا نسرق البوليس يخش ما تلاقيش حاجه، يعني بقى احنا ناس اذكياء. طب البنك، طب ازاي هنسرق البنك وهو فاضي؟ هنسرق العمال، عمال معاهم فلوس. ايوه بالظبط كده، اجهز انت بس وانا هعدي عليك بالليل.
دلوقتي بقى انا رايح لاغبى واحد في السيرفر كله، يا ريتني ما اتعاملت معاه. بس الواد التاني زي ما انتم شايفين، الواد الذكي الناصح ده مش هيعرف يجي معايا، مش عايز يشتغل مع ده. ولكن انا اللي غلطت من الاول، ان انا قلت له ربنا يستر بقى الراجل الغبي ده، اقول له ما توطيش صوتك في اخر عمليه، راح معلي صوت، اخد سجن 3 شهور ده. بس الحمد لله ما اعترفش عليا. عامل ايه؟ جهزت السلاح؟ مش انت المفروض كنا نروح نسرق؟ جهزت السلاح؟ بس بص، انا اشتريت السلاح ده بكل الفحم اللي عندي غير الصف ده. كداب، في فحم مرمي في المكان اهو. بص تعالى، بص تعالى، بص مش كان في سلاح؟ خلينا نروح نسرق، ما تتجادلنيش كتير، هنسرق المهم بتاع دي البنك ده، ومش هشوفكش خلقتك تاني في السرب. بنتك دي؟ بنتي. العيب ايه دي يا ماما؟ العيب ايه دي؟ عشان احنا مجرمين. يلا امشي 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 يا بت، امشي يا بت، امشي امشي يا بت. سيبك من يا عم، هتخلص يا عم. انا بقى دي اصلا كل عيال الحي بقول لك خد، اشتريته بمليون بكل الفحم اللي عندي. انت بقى مش تهبل يالا. اضرب ازاي ما فيهوش طلق؟ يعني اضرب انا ازاي؟ طب ما هو الراجل نصب عليا ما ادانيش غير المسدس واحد بطلق، وانا هضربه من ازاي؟ امشي يلا ورايا، يلا امشي ورايا، يلا مش عايزين كده. خد ده بطلق، ده الوحيد بس اللي بطلق. بس ورايا ومش عايز، مش بس تتغباش ورايا وما تتغباش. ما جبتش حتى العربيه اللي احنا رايحين بيها يا جدعان. يا جدعان احنا رايحين نسرق. بس يا متخلف يا موت يا موت، وطي صوت وطي صوت، قول في سرك رايحين نسرق، وطي في سرك. ماشي يا شادني، كنا صلينا ركعتين يا ابني في الاول يا ابني، عشان ربنا يبارك لنا. ربنا يبقى يا رب يا رب، احنا رايحين نسرق يبارك لنا. بص عايزك ما تتغباش، اسم البوليس هناك قريب من البنك، فمش عايزين شغل غباوه. هنخش اول ما النهار ما يطلع بالظبط، ناقص نص ساعه والنهار هيطلع. اول ما نوصل عند البنك هناك هيكون النهار طلع، هنخش نسرق في ثواني، في ثانيه الا ثانيه نثبته وناخد الفلوس ونمشي. يا عم انت عمال تقول حاجات غريبه وكلام عجيب، انا هخش اقتل لك الناس ونسرق. لا ما تقتلش حد، عشان لو قتلت حد البوليس هيدور علينا ومش هيسيبنا غير لما يموت. احنا لو سرقنا بس البوليس هيفضل يدور علينا ومش عارف يجيب. لا يا عم انت مش انت بتمشيني قدامك ليه وانت عارف انت مكان البنك؟ ايه ده 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 السيرفر اتطور يالا، الحق. ايه ده؟ الله الله، اماكن نضيف. ايه ده شركه فحم دي فتحت ولا ايه؟ الله يا اسطى يا اسطى، انا شايف القناصر من هنا. وطي صوتك وطي صوتك، تعال تعال يا اخواننا جايين نسرق. بس دي قربت، النهار قرب يطلع، خليك هنا قرب مني، قرب مني واسكت. ماشي دوشه، تعالى تعالى في طلق يا ابني. السلام عليكم، عامل ايه؟ مفيش حد. وما هتلاقي في الخزنه تحت، وطلع تلاقي في الخزنه وطالع. يا ابني ازاي مفيش حد شغال في البنك؟ المفروض النهار طلع يبقوا موجودين. اصل انا عملت حاجه غبيه يا حبيبي. سلم نفسك بوليس، سلم نفسك. عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه انت هتسحبني؟ سلم نفسك التواضع. انا اللي مبلغ يا حبيبي. عامل ايه؟ عامل ايه؟ انا جاي افتح حساب في البنك هنا، ما سرقتش حاجه والله. يا حاضر الحساب، انا اللي عامل البلاغ. جالي كلام من دوت، هجيب حاجه بس وجاي لكم. خد تعال، خد تعال يا باشا، هجيب حاجه بسرعه واجي والله. انا مثلا ما سرقتش حاجه، انا اصلا جاي احط فلوس في البنك، جاي احط فلوس في البنك، ما سرقتش حاجه انا. دي لك واحده يمين واحده. مش هو اللي بلغ؟ مش هو اللي بلغ؟ بس افهمني بس، مش ظابط. اسمع يا حيوان، مش هو اللي بلغ؟ مش هو اللي بلغ؟ ما تكلمش دلوقتي، احنا ما سرقناش حاجه، يبقى مين اللي يتحبس؟ بص بقى، انا جالي كلام ان انت وهو سارقين دلوقتي، احنا ما سرقناش وجالك كلام غلط، يبقى هو يتحبس. استنى يا ابني، ظابط اسمعني اسمعني، انا جيت بلغته الراجل ده هو اللي سرق. تعال تعال انت هتهرب يا ابني. انا ماليش دعوه، انا داخل افتح حساب في البنك، انا ما عملتش حاجه، هو اللي هو السارق، هو اللي بلغ وبلغ بلغ كاذب. بلغ كاذب، قلت له اللي يبلغ هياخد جايزه. خد فارس كام؟ بقول لك خد فارس، بقول لك خد فارس، بقول لك تعالى. السلاح ده بتاع مين؟ مش ده بتاعك؟ خد بص، بيرمي لي سلاح. حاضر الظابط رمى لي سلاح. والله والله يا باشا السلاح ده بتاعه هو، والله بتاعه. بقول لك يا فارس، خد يا باشا على السجن يا باشا، الواد ده اصلا مجنون يا باشا. يا عم انا عملت ايه؟ يا عم انا عملت ايه؟ انت لسه تحت. بس الحمد لله، انا بقى اروح اتصل بالواد الذكي اللي كان بيصور معايا في الاول واجيبه ده بقى، ده اللي هيكون ناصح، ده اللي هيسرق السرقه ومحدش هيحس بحاجه ولا حد يفهم حاجه. 0 11 الو الو، ايه التحنيك يا صغير؟ ايه عامل ايه؟ الواد الحمار اللي انت قلت عليه انت هتقبض عليه. يا نهار ابيض، انا كنت الواد اللي هو بلغ البوليس قبل ما نسرق البنك، الواد بلغ بلغ الغبي. يعني انا متفقين احنا نسرق بنك بالليل، راح بالليل اتصل بالبوليس قال لهم احنا رايحين نسرق بنك، ايش هعمل ايه في الواد الغبي ده؟ انت اللي غلطان، انت اللي غلطان ان انت جبته. يعني انا قلت بقى، يعني قلت يبقى تيب. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. احنا هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ انا بقول لك انت تجيلي في شركه الفحم بتاعته ونروح نسرق انا وانت، بس تيجي معاك العربيه بتاعتك وتظبط الكلام، انا مستنيك.
سلام سلام. اتاخر ليه انا جيت اهو، انت كنت فين انت في... ايوه انا جيت في العربيه بتاعتك، عايزين نبص نطلع على البنك على طول دلوقتي. اكيد بس. اكيد بس هم ثانية دلوقتي ثانية. ايه احنا ازاي هنروح البنك وخلاص البوليس تعرف ان في حرامية؟ اه تصدق انا ما ندمتش ان انا اخترت تحت ده، عشان انت بتفكر وعندك دماغ. النهارده التاني غبي بيتقبض عليه، بقول لك راح بلغ البوليس قبل ما احنا نروح نسرق، انت متخيل؟ خلاص خلاص هد نفسك هد نفسك يا ابني، راح بلغ البوليس قبل ما نسرق. بقول لك ايه، شويه الفحم دول، الفحم دول يخصوني، تعالى نروح نبيعهم وفلوسهم ايه حلال علينا. طب بقول لك ايه، بدل الكلام ده كله انا عندي فكره. ايه؟ ما هو اكيد ما انت قلت حد يعرف ان احنا هنسرق البنك ده. ما البنك ده ما هو بلغ البوليس يا ابني، ما انت بتقول اكيد الشرطه. بنك مين؟ في بنك قدامك. البنك ده محدش بيدخله كتير، ده الموظفين اللي بيدخلوا اصلا، ان هو واحد بس اللي شغال هناك، انت متخيل؟ مش انت يهمك ان انت تاخد فلوس؟ بتفكر في اللي بفكر فيه؟ فكر ان احنا نروح نسرقه. بلس وان، بقول لك ايه؟ نطلع دلوقتي والدنيا النهار كده، ما اعتقدش هيكون في امن ولا حاجه، لان هيكون موجود بالليل عشان ايه يحرس بالليل. احنا دلوقتي نطلع بقى. بص بقى، انا عندي دماغ بقى ايه زي ما انت بتقول، تعالى. عشان مش يتشك فينا مثلا نجيب عربيه. هنعمل ايه؟ انا جبت ميكروباص. ايه ده؟ كبير كبير، لاننا موظفين. سوق انت، سوق سوق، يلا جاهز. خش على هناك على طول بقى، في وشك البنك. وسع الطريق، حاسب التوبه. خش خش على البنك على طول. ايوه بس اركن 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 اركن. بص بص هنركن بقى ايه؟ اه هنركن ركن على اليمين هنا. خلي بالك بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عم خلاص يا عم بقى يا عم، قلتها كام مرة؟ شش اوعى تطلع السلاح دلوقتي. نحن جايين من الخليج عشان نضيف فلوس عنديكم، عنديكم يعني الحمد لله احنا ناس اغنياء اغنياء اغنياء، معنا فلوس زي الرز. انا مرة انا انت غني، انت يمكن فقير شحات. اجو اثبت لك. اثبت لي. انا هثبت لك. ايه ده مفيش فلوس هنا؟ ديلت حاجة كده بتسلى بيها، بجيب بيها لب. مفيش فلوس هنا ولا ايه؟ تعالى يالا يالا، تلات فوق يالا. يا باشا احنا نريد نشتري البنك هذا. اشتري البنك، اشتري مني المدير، انا مالي. فين المديرة؟ فين المديرة؟ بتال انت فين يا باسم؟ انت فين؟ تعال بسرعه فوق، تعال فوق، حول حول. تلاقيك مغبى فوق، تلاقيك مغبى فوق بسرعه. تعال لي تعال لي، استنى انت فين؟ طيب فين البني ادم ده؟ يا موظف يا اللي هنا، يا موظف اللي هنا، هو فين؟ وانتوا ايه؟ البنك كده ما فيهوش فلوس ليه؟ خد رحمكش بسرعه، رحمكش. راح فين؟ فلوس تحت، فلوس تحت. وراك 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 يا غبي. عاوز الفلوس بيا انت وهو انا. ثبته ثبته، ارفع ايدك فوق، ارفع ايدك فوق، ارفع ايدك فوق. فوق. الله الله الله، ارفع ايدك فوق يا عم، مش رافع ايدي. ارفع ايدك فوق. لو متضايق هاترو. فين الفلوس في البنك؟ فلوس؟ انت بتهزر معانا؟ فين الفلوس؟ لو ما قلتش فين الفلوس هخليك تقلق. يا عم كل الفلوس دي يا عم، يا عم ابعدوا عني يا عم. هم دول بس الفلوس الموجودين؟ بقول لك ايه؟ هتستعمل ولا ايه؟ ولا خليك واقف مكانك يلا، اثبت مكانك، ما تخرجش من مكانك، ما تخرجش من مكانك. اثبت هنا، اثبت. وسع. خش يا بني البلوكتين دول، خش يا بني البلوكتين دول. يام بي يام من يام، خش يا بني. راح بلغ البوليس. هاتوا موتوا موتوا موتوا، قفشوا قفشوا يام. احسن بس كده، استاهل. بقول لك ايه، مفيش فلوس كتير هنا، مش لاقي فلوس خالص، مفيش ولا مكان فيه فلوس. انا حافظ المكان ده. ايه ده؟ تعال بسرعه تعال بسرعه تعال بسرعه. انا بقول لك حافظ. شايف شايف فلوس قد كده، خد لك خد لك كام شيس بسرعه. العربيه بره، العربيه تعالى. بقول لك ايه، تعالى بسرعه العربيه. تعالى قلبت سين يالا ولا ايه؟ العربيه بسرعه وايه ونهرب. انا بشغل بقى القوه فيا. استنى جمع فلوس هنا، جمع فلوس هنا. لا لا لا، جمع فلوس هنا بسرعه وايه يا مش وقته نينجا دلوقتي. اثبت اثبت اثبت. يا حضره الضابط، احنا جايين من الخليج عشان نضيف فلوس. من الخليج؟ اه ما شفتش انا الكاميرات وجيت. اجري يا حبظلم اجري. تعالى حضرتك بتعدي علينا وكان